احنا معانا الجميله جايه النهارده، عندها مشكله كده بسيطه في الساكرو ايليك اللي هو مفصل الظهر المنحوت. جايه لي، كانت بتعالج عندي من سنتين، كان عندها سقوط قدم. بصوا انا سعيده بكل كلمه قالتها يعني، فقلنا نصور فيديو مع بعض. احكي لهم انت، انا مش هتكلم عشان في ناس كتير بتقول سقوط القدم ما بيتعالجش وما بيخفش وهتمشي بجهاز طول عمرك. واحكي لهم هي خفت اصلا، قلت لها 12 جلسه، هي خفت في الجلسه السادسه وهتوريكم مشيتها اللي زي القمر. اولا انا بشكر جدا الدكتوره رانيا لانها يعني خلتني احس ان في حياه ثانيه جات لي. انا كنت فاقده الامل خالص، ان الدكتوره يعني ادتني امل جامد جدا في الحياه وخلتني ان انا يعني اتباشر ان في دكاتره فعلا، يعني حاسه ان في دكاتره في مصر. اكبر دكتوره في مصر رانيا، ربنا يا رب يحفظها يا رب يبارك فيها. طبعا بعد لما رحت لاربع دكاتره وكبار جدا ودكاتره مش عايزه اقول اسمائهم، لكن يعني خلوني ان انا ايأس تماما، لدرجه ان انا كنت ماشيه في الشارع كده مش 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 قدم وبتعرج وما بتعرفش. دكاتره قالوا لي بالحرف الواحد انت ما تصلحيش، انت عارفه حالتك جت لنا ليه، احنا هنعمل عمليه بعد سنه، تفضلي من دلوقتي لغايه سنه كامله اخد ابره كل يوم لمده سنه. خدت طبعا علاج من واحد عمل لي قرحة معدية بطريقة فظيعة بشعة، ده كنت بصوت منها مش قادرة خالص. هي جات لي مرحلة يعني المرحلة الثانية، رحت لواحد قال لي انت مش هتقدري تمشي على رجلك نهائي وانت عارفة مشكلتك ومجياني ليه. انا عايزة اذكر اسم الدكتور بس الدكتورة منعاني، لكن هو صراحة مش يعني خرجت من عنده انا يائسة جدا وفاقدة ان انا مثلا امشي تاني وكارهه اصلا ان انا اروح لدكاتره تانية. والله والله كنت ماشيه في الشارع بجهاز انا وبنتي، لقينا باليافطه العريضه دكتوره رانيا باليافطه العريضه كده في المانيال. فبنتي قالت لي يا ماما تعالي نروح عند الدكتوره دي، قلت لها لا خلاص الدكاتره كلهم قالوا لي لا ما ينفعش، تعالي تعالي. اصرت ان انا اطلع، وكان ده اعظم اعظم يوم في حياتي شفته، ان الدكتوره بعد قلت لها الدكتوره مش هاخد علاج مش هاخد علاج، قالت لي مش هتاخدي مش هاخد دواء مش هتاخدي، قالت لي اعملي لي بس الجلسات دي 12 جلسه. انا في الجلسه الخامسه قلت لبنتي انا مش نفس الجهاز وماشيه في الشارع وبصي عليا. انا ما قدرتش ان انا استحيت من النوم، لقيت بحرك ايديا بحرك رجلي وصوابع رجلي ماشيه في الشارع وبجري بجري. انا مش قادره، انا الدكتوره يعني مش عارفه انا اي حاجه في الدنيا، يعني ما اقدرش ان انا اقول ان الدكتوره دي يعني زي ما اكون ملاك كده نزل من السما عالجني. يعني بتمنى لك يا دكتوره نوريهم بقى المشية ماشية مفيش صوت قدم ولا أي حاجة نوريهم بقى. الدكاترة قالوا لي مش هتنفعي خالص طبعا. أنا أولا أنا ما كنتش بحرك هي رجلي دي اللي كان فيها المشكلة، فما كنتش بقدر أعمل رجلي كده خالص للآخر يا جماعة للآخر، فما كنتش بقدر أعمل كده خالص للآخر. وبعدين حتى أصابعي ما أقدرش أعمل كده، بس يعني ما اقدرش اعمل كده. انا دلوقتي خلاص خلاص الحمد لله الحمد لله بفضل الدكتوره بفضل الدكتوره طبعا بفضل الله بفضل الدكتوره ان انا خلاص بقيت يعني خلاص الالم راح اللي كان فيها وبمشي عادي وبحس بيها وكل حاجه. انا جايه تاني بعد سنتين بتشتكي بحاجه تانيه خالص، حاجه تانيه خالص مالهاش علاقه خالص بالقدم. الحمد لله انا مبسوطه وسعيده، فقلت لها انا هصور فيديو معاكي، قالت لي عينيا الاثنين. انا قبل ما اجي للدكتوره انا عامله لها شهره عالميه، هي مش المره مش هي ما تعرفش من وراها. انا عامله يعني انا اي حد يقول لي احنا تعبانين كذا روح اعترض الدكتوره رانيا. طب احنا مالناش علاقه بالدادي مخ واعصاب، روح الدكتوره رانيا هتقول لكم ايه. احنا عملنا لها جلسات علاج طبيعي كنت قايلها 12، هي خفت فعلا بعد عمل 6 جلسات بس وخفت، والحمد لله. كانت حاله سقوط قدم، التهاب اعصاب طرفيه شديد جدا ادى لسقوط قدم.
والحمد لله انا مبسوطه جدا جدا انه بعد سنتين العيانه جايه لي كويسه وبتقول لي انا كويسه لحد دلوقتي بعد ما فقدت الامل خالص. يا رب يا رب دايما كده اكون سبب في فرحتكم وفي شفاءكم يا رب. الحمد لله. يحفظك يا رب. الحمد لله. ويخليكي لينا ودايما كده. الحمد لله. التهاب الاعصاب الطرفيه كمان الموتور اللي بيأثر على اعصاب الحركه ده مشكله كبيره جدا. الدكاتره كلهم قالوا لي اجمعهم ان هم مش هينفع مش هينفع تاني. في صعوبه انه يرجع تاني الحمد لله يعني اتحسنت في نص العلاج وفي نص الجلسات. الحمد لله. الحمد لله. متشكره جدا.